الكويتيين يزورون معمل القاضي صباح هذا اليوم السبت 8/8/1440 حتى اختاروا تاريخ مميز. حنشوف بعض السيدات يتحدثون عن انطباعهم عن الطائف وعن ورد الطائف وش ذكرياتهم عنه. هل أول زيارة؟ هل يعني الطائف؟ لا مو أول زيارة ما شاء الله عليك. أي من زمان. متى زيارة؟ والله من يوم أنا كنت طفلة صغيرة وكنا نيجي الطائف، كنا نرمض رمضان في مكة وفي العيد نجي غدا العيد ونقعد نجلس يومين ثلاثة. اي وبس خلاص في الطائف. تقولي تذكري انت المعمل القديم؟ اي كان عندكم الصغير. بيت كان عندكم بيت صغير اذكر لونه ازرق ما ادري نعم. فين كان في بركة، في بركة بالوسط وفي قدور كده جنب بعض جنب بعض ما شاء الله تبارك الرحمن. ايش ملاحظة على التغير على في الطائف؟ شوفوا لا زلتوا محافظين على التقاليد نعم وعلى الفريديشنز معكم، بس انما اللهم بارك في تطور في تطور. ايش تتمني للطائف؟ ايش اتمنى لها مع زياراتك برا يعني؟ اتمنى لها انها تكون بلد سياحي اكثر من كذا، اكثر يعني الاهتمام اكثر. الاهتمام اكثر، الاهتمام كثر اكثر، خصوصا انت عندكم المقومات، عندكم الجو الجميل، عندكم الارض الخصبه، عندكم الانتاج الزهور، عندكم هذه الفتره الزمنيه مال حقت السنه حقت الورد هاي لازم تستغلونها. وغير كذا قريب من مكه يعني غير مكه طبعا اللي يجي يومين ثلاثه يقدر يزرق يعمل عمره ويرجع. الله يبارك. نورتوا الطائف، نورتوا الطائف. منوره فيكم يا اهل الطائف. من الطائف. اول مره اول مره يجي الكويت. ايش انطباعك؟ اول مره يجي الكويت، اول مره يجي الطائف. الطائف نعم. وايد حبيناها، عجيبه وتهبل. وان شاء الله قد لنا يا ثانيه. ايش اللي عجبك في الطائف؟ صراحه الورد الطائفي وهالشيء الحلو اللي مو موجود حتى بالخليج كله. وشلون تسوونه وتخرجوا منه الزيت والماي، شيء وايد عجيب. الجو؟ الجو عجيب عجيب عجيب. ما بردتوا يعني ولا؟ والله بردنا، لبسنا شالات بعد. واهلها طيبين، اي والله اهلها طيبين، يعطيكم الف عافيه، وايد استمتعنا. حتجوا رحتوا الرده؟ ان شاء الله راح نروح مره ثانيه. مره ثانيه. والشفا الهدى؟ والشفا والهدى كله غطيناه تقريبا باليومين. اكلتوا اكلات الطايف ولا لسه؟ كلينا بس مو كل شيء، ما وكلونا عدل، المره الجايه نبي اكل عدل. الجبن، القرص، السليق. كل شيء. الله يعطيك العافيه. لا قولي لهم وزن سليق. سليق الطائف. سليق؟ أيوه. وين خالد؟ يوم نبي سليق. في مثل قديم يقول له رحت الطائف؟ قال له ايوه. قال له اكلت سليق؟ قال له لا. قال له ما رحت الطائف. خلاص. ولا واليوم ناكل سليق. واحد سأل واحد ثاني قال له رحت الطائف؟ قال له ايوه. قال له اكلت سليق؟ قال له ايوه. قال له عرمشت؟ قال له لا. وي عرمشت؟ قال له اجا ما رحت العرمشة يعني تمسك اللحمة كذا. ايه ادري. اوكي. ايش انطباعك عن الطائف؟ وايد تهبل، وايد حبيتها صراحه. ايش تتمني للطائف اكثر؟ اتمنى اكثر اشوف يعني فيها يعني اكثر اهتمام، اكثر اهتمام، اكثر فيها اشياء تخدم السياحه اكثر يعني. الرده شفت الحديقه؟ اي شفتها، بس بعد تحتاج بعد تطور اكثر. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. اي والله اول مره. ايش مره حلوه صراحه، الشعب، الجو، الورد الطائفي، الاكل، كل شيء، بالذات خبز المله عجيب صراحه، والمضياف وسعة السدر الحلوه من اهل الطائف. الله يبارك لكم، وايد حلوه والاجواء حلوه، وايد استمتعنا. بالنسبه لي كانت تجربه وايد حلوه لانها كانت اول مره. حتى حركه السير ما في زحمه كلها ابدا، كل شيء ما شاء الله، سعي وسعه، والشوارع نظيفه مرتبه، الاهل طيبين. طب اجواء الطائف بساطين مقارنه بالخارج يعني باوروبا؟ وايد إيش؟ وايد يعني انا اقول لك فيها ما شاء الله تضاريس حلوه، الارض حلوه، الزرع حلو، الاكل حلو، فوق كل هذا تسمع صوت الاذان، تسمع الاسلام، الاكل الحلو، كل هالامور هذه حلوه، فما شاء الله يعني. وشعب مضياف ما حسينا ان احنا غرب، احنا بديرتنا، احنا كنا قاعدين بالكويت. هتكرر الزياره؟ اكيد اكيد. بعدين الاميز اللي فيها يعني اقل من ساعه انت في مكه. ابد هذا هو، تزوري وتطلعي. وهذه معلومه جديده بالنسبه لي، اول احنا نروح مكه عن طريق جده. نعم. طريق وايد مزدحم وايد طويل، خلاص راح يكون جايتنا حق مكه عن طريق الطائف. الله يعطيك العافيه. فتح ومال على العود، كل في ربيع الورد من بلجه
لك يا زارع الورد فتح ومال على العود كل فردي على الورد من بالجمال مور ناصر البدر البدر أول زيارة أخوي ناصر؟ إيه نعم أول زيارة للطائف؟ إيه نعم إيش انطباعك؟ والله ما شاء الله ما شاء الله الجو خيال جو بديع والورد الورد صور الورد صور الورد الورد شيء مو طبيعي مو طبيعي ايش الاجواء يعني وين رحتوا رحنا ال شفا الشفا الهدى الهدى الاماكن ما تحضر الردف ما تحضر حديقه الردف حديقه الردف ايوه المتحف أيوة. رحتوا متحف الشريف رحنا متحف الشريف يعني ما شاء الله ما شاء الله تنظيم اكلتوا قرص المله والجبون والعسل كل شيء كل شيء كلينا اكلتوا سليق هيك لا لا قول لازم تاكل سليق بس طيب محمد لازم ناكل سليق الله قواكم الله يسلمك لما الندى حياه نور ويبان حسن